صباح الخير، بنشجعكم تنضمونا بهالفقرة لتبدو نهاركم بنشاط. اليوم معنا كوتش هبة ذكرنا، ودائما عم بتخصص لنا حلقات للأشخاص اللي بيحكوا ما بقدر أعمل رياضة، عندي هاي المشكلة. برضو هذا الموضوع حلينا بدنيا دنيا، واليوم رح تحكي لنا بجزء الثاني تمارين خاصة لإصابات الركبة. صباح الخير. صباح الورد. ما خلينا حجة لحدا، حتى الإصابات لقينا لها رياضة. خلص. تفضلي كوتش. شكرا لك دانا. صباح الخير وصباح الوقاية من الأمراض. اليوم رح نعمل الجزء الثاني من تأهيل الركبة، بس بداية لازم نعمل الجزء الأول بعدين للليفل 2، يعني ما نبلش بهذا دايركت لأنه فيه مقاومة أقوى من الجزء الأول. أول شيء رح نحمي الرجل وبطاط الرجل لنقوي العضلات المحيطة بالركبة لحماية المفصل من أي وزن زائد بينزل عليه. نحمي الرجل والمفصل بحركات بسيطة فيها تاني خفيف للركبة. رح نستخدم هلا مقعد، رح أنا أقعد بطرفه على الطرف وأستخدم بأصابع رجلي مقاومة، رح أضغط بأصابع رجلي على الأرض مقاومة، ظهري مفرود، ما في وزن على الرجل، إيدي لورا عشان ما أستخدم إيدي في الوزن، رح أريحها، رح أرجع أضغط عشان أحس بالعضلة الداخلية للرجل، ورح أحس ببطة الرجل كمان بهذا التمرين. أنا هيك بقوي العضلات المحيطة في الركبة قبل عمل أي تمرين داخل المفصل. للرجل الثانية رح نعمل مقاومة ثابتة بأصابع الرجل، برضو بهاي رح أحس ببطة رجلي بالعضلة الداخلية. 10 ثواني بكل وقوف ثابت. وهلا العكس، رح أضغط بكعب الرجل لأحس برضو ببطة الرجل بالعضلة الأمامية. 10 ثواني وأوقف. أهم شيء عندي الجلوس ما يطلع من مكانه من شدة الشد. مقاومة ثابتة ل10 ثواني، ممكن نكررها بالبداية 15 مرة 3 جولات. للرجل الثانية برضو 10 ثواني مقاومة ثابتة، هلا انا هيك عم بحمي العضلات قبل ما ابلش بوزن او مقاومه ثابته للتمارين. رح اعمل تمرين اني انا ارفع رجلي عن مستوى الارض وارفع ساق الرجل لبرا، يوصل التاني تاعه 90 درجه، رجلي فليكس لتحمل وزنها ويصير في مقاومة. بالرجل الثانية مقاومة ثابتة. هلا رح أبلش بالمقاومة، رح أربط البند بالتساوي عشان يحمل وزن ثابت، رح أشده لعندي، رجلي رح تعمل مقاومة ثابتة، رح أعد 10 ثواني وترجع مكانها الرجل. 10 ثواني كررها 15 مرة 3 جولات. من الرجل الثانية مقاومة ثابتة براحة، لازم يكون في مقاومة بالباند مشدود، يعني بالإكستنشن والفليكشن يكون في مقاومة. خمس
خلصنا من تمارين الكرسي رح ننتقل لتمارين الفرشة. في البداية أخذنا في الجزء الأول ثبات الركبة داخلي، رح نعيدها لأنه رح نعمل هلأ العكس برضه. رح نعمل ندخل ركبتنا بمقاومة ثابتة داخل الرول تحت مفصل الركبة تماما. نعيد للثانية، الركبة الثانية هلأ رح نعمل مقاومة عكسية، يعني ركبتي هي موجودة على الرول بمقاومة ثابتة داخل الرول وبريحها، أشد أصابعي لتحمل وزن، وللرجل الثانية وما ننسى نفسنا دايماً، تمرين النفس جدا مهم. اوكي هيك عملنا تمارين ثابتة للمفصل نفسه. راح اعمل تمرين ثابت راح ارجع بظهري واحرك المفصل للامام في مقاومة. المقاومة أنا بحركها برجلي مو بإيدي، إيدي ثابتة نفس مكانها، رجلي بتحرك المقاومة لتكتسب الوزن الموجود بالبند. رح نعكس الرجل هلا، حتى لو عندي ركبة مصابة مثلا بالشمال لازم أمرن اليمين لوقايتها، لأنه الريسك الأكبر بيكون عليها وقت ما تصاب ركبة واحدة، بصير الرك كله على الركبة الثانية. هلا راح أستخدم مقاومة للرجلتين التنتين، راح أربط الباند. هيك صار في عندي مقاومة وثابتة. رح استخدم رجل بمقاومة، أنا هيك حسيت، بالأوتر بالعضلة الأمامية، بريحها 10 ثواني برضو هولد النفس. هلا العكس، الرجل الثانية 10 ثواني وحافظ على وضعية الأبر تاعي. هلا رح استخدم مقاومة ثابتة بالباند، يعني رجلي رح يكون فيها مقاومة عكسية، رجلي رح تعمل بوش لفوق وأنا رح أعمل بالباند بوش سفلي لتوقف لنقطة محددة 10 ثواني ونريحها. كمان مرة مقاومة ثابتة وبريحها. وآخر شيء تمرين، لا آخر رجل 10 ثواني. أوكي وبهيك إحنا ننهي الجزء الثاني من تأهيل الركبة وننتقل لدانا وميس.